تشهد مدينة كركوك انخفاضا ملحوظا في أسعار العقارات، وذلك بسبب التدهور الاقتصادي الذي يعصف بالبلد من جهة وعدم الاستقرار الأمني من جهة أخرى، فضلا عن العروض المتزايدة لبيع المنازل في الآونة الأخيرة بسبب ترك البلاد والهجرة للإقليم أو خارج القطر بحثا عن الأمن والأمان. هناك عدة أسباب لانخفاض العقارات بكركوك، منها أولا الأوضاع الأمنية متردية، والحمد لله وضع كركوك شوية أحسن مثل ما يقول من باقي المحافظات بسبب الجهود الموجودة للأسايش البيشمركة والقوات الأمنية والشرطة. ثانيا الوضع السيولة النقدية قليلة تقريبا بالسوق خصوصا هذه الفترة الأخيرة. ثلاثة عندنا العرض الموجود أكثر من الطلب، يعني العروض الموجودة. رابع شيء أكثر العالم اللي جاي تبيع جاي تهاجر إلى الخارج، لأن أوضاع هناك حتى بالنسبة للعقارات اللي موجودة أرخص من العراق. الصراعات السياسية المستمرة في البلاد وعدم الاستقرار الأمني بين الحين والآخر في عموم العراق هو الدافع الرئيسي الذي دفع المواطن بأن ينفذ كل ما عنده من أملاك وعقارات في سبيل الهجرة. والله يتدهور البلد تدهور اقتصادي، والسبب الرئيسي هم يعني بالنسبه للعراق وضع مزعزع ووضع ما مستقر، بس بشكل عام يعني بالنسبه لكركوك زين يعني الوضع بالنسبه لقوات الشرطه والبيشمركه والاسايش، يعني سيطره تامه مثل ما تقول، بس يعني كل الاحوال الوضع يعني المادي يعني وضع اقتصادي متدهور، فكثرة الهجرة يعني من الناس يعني مثل ما تقول سافروا خارج البلد يعني، وهذا انخفاض العقار والبيوت والآجارات وكذا يعني. من طلعوا المهجرين نزلت الإيجارات والعقار كله نزل، يعني انخفاض فظيع صار، يعني القاط صار نص قاط، وهاي يعني حسب روح تعامل لك على بيت كان 120 مليون هسه ب 60 70 مليون، فهذا يعني هذا اللي صار بكركوك انخفاض درجة العقارات. وفي النهاية طالب المواطنون إدارة محافظة كركوك بمعالجة الوضع الاقتصادي الذي تشهد المدينة من انعدام سيولة وتراجع ملحوظ في التجارة وتفشي ظاهرة البطالة لدى الشباب، وكما طالبوا الجهات الأمنية المتواجدة في كركوك من قوات البيشمركة والأسايش والشرطة والحشد الشعبي على بذل كل الجهود في توفير الاستقرار الأمني الذي يصب مباشرة في انتعاش اقتصاد المحافظة. لقناة صلاح الدين الفضائية، محمد دليمي، كركوك.